هي الرتوشات الأخيرة لست محطات في مشروع السكة الحديدية في شطره الذي يمر بولاية الجلفة. فهذه المحطات أنجزت وفق مقاييس عالمية وبهندسة معمارية عصرية، ستسلم في الأيام القليلة القادمة ليستفيد منها ومن خدماتها ساكنة الولاية. هذا مشروع وطني بأيادي جزائرية 100%. الحمد لله كفاءات كاينة موجودة في الجزائر، وإن شاء الله يكون حاجة زيادة للبلاد إن شاء الله. راه مشروع الدولة الجزائرية واللي كانت حطت مبالغ باهظة باش تسهل المواطن التنقل من ولايات حتى أقصى كما نقولوا احنا من الشرق للغرب، وحتى مازال ثاني كاين المحطة شمال جنوب. محطة بلدية البيري التي تعد من أهم المحطات لها بعد استراتيجي بامتياز في عدة المجال من بينها المجال الاقتصادي، وهي كذلك تعد تقريب المسافات يعني كما ولاية المدية وولاية الجلفة يعني مسيلة إلى غير ذلك، تعد هي كذلك بلدية البيري محطة بلدية من نقطة وصل. هذا المشروع الحيوي والهام تولي له الدولة أهمية قصوى، أنجزته الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة الإنجاز للسكك الحديدية، يدخل ضمن الخط العابر للصحراء بمنشآت وهياكل تراعي خصوصية المنطقة. تعليمات السيد رئيس الجمهورية والقضية بوضع هذا الخط حيز الاستغلال قبل نهاية السنة. إذن احنا في هذا الإطار يعني عملنا جاهدين لحل كل المشاكل التي كانت تصادف هذا المشروع، والحمد لله اليوم راه المشروع منتهي. هذا المشروع جزائري 100%، لا من ناحية التصاميم أو من ناحية الإنجاز، وهذا يعني يضاف إلى فهمت المكسب الولاية. توفير كل المرافق والضروريات التي يحتاجها المسافر، بالإضافة إلى تسهيل حركة تنقل الأشخاص والبضائع، وكذا تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية لولاية الجلفة والولايات التي يمر عليها هذا الخط من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق الجزائري إلى غربه، هي استراتيجية السلطات العليا للبلاد لتطوير شبكة السكك الحديدية بالجزائر.